بس احنا عايزين بيز يو ار ال بالحاجه اللي هتتحول تروح لمين؟ للي هو الميثود دي اللي هي جيت داتا. طب جيت داتا جوه مين؟ الكولابل انترفيس. يبقى انت اول حاجه محتاج تعملها ان انت يكون عندك اوبجكت من الكولابل انترفيس بتاعك، فده فعليا كده اللي هنكون بنعمله مع بعض. فاجي هنا عندي في المين اكتيفيتي وابدا اقول له هنا كولابل انترفيس واسميه هنا مثلا كولابل ايكوال، تقول لي الريتروفيت بتاعتك روحي اربطي نفسك عن طريق هنا مين الكرييت وتبعت لها اسم الاند بوينت، بحيث هنا ايه تروح تربط نفسها او تعمل لك اوبجكت من الاند بوينت ده عشان تقدر تستخدم اي حاجه جواه. فمن ضمن الحاجات اللي موجوده جواه هو مين؟ هو الجيت داتا اللي بترجع لك كول اوف اي بي موديل. فهنا عندك كول اوف الاي بي موديل، فهذه هنا اي بي موديل. طبعا هنا نعمل الالت انتر بتاعتنا من ريتروفيت، طبعا ادي الت انتر، وهنا مثلا نسميها حاجه زي ايه الاي بي موديل كود ايكوال. ابدا بقى هنا من كولابل دوت ايه دوت جيت داتا. يبقى انت كده حاليا الاي بي موديل كل اللي قدامك ده جواه الاند بوينت بالجيت بالكلاس اللي هيروح يعمل فيه الداتا بالبيز يو ار ال، مش جيسون كونفرتر فاكتور، مش جيسون كونفرتر فاكتور. اخر حاجه بقى انك تبعتها على السيرفر اصلا. يبقى هنا ايه اي بي موديل كول دوت، وهتلاقي عندك مثل اسمها ان كيو، زي كده لما تكون في طابور وعايز ايه تضيف حد في الطابور، فدي بتاخد كول باك. فزي ما احنا كان عندنا الشورت كات اللي هو نيو كابيتال او، هيكون هنا عندنا الشورت كات بتاعنا نيو كابيتال سي. فدي هترجع لك هنا ايه ريسبونس وفيلير لو جالك رد من السيرفر، او لو رجع لك ايرور هنا عن طريق مين الثروبل الموجود. فلو حصل هنا عندي فيلير ممكن مثلا اطلع له لوج ولا حاجه، ولو حصل هنا الريسبونس بتاعنا هقول له هنا ليكن لوج. طبعا بقى لو انت عندك تكست فيو كنت تعمل سيت تكست يعني، بس اللوج بتاعتي هتكون على ايه؟ دلوقتي الداتا احنا عارفين انها ترجع لي في اي بي موديل مش ريسبونس اوف اي بي موديل. فلو انت جيت هنا عملت اي بي موديل وسميتها مثلا اي بي ايكوال وقلت الريسبونس بتاعتك دوت بادي، فكانه ايه بيجيب لك الحاجه اللي في النص هنا اللي هو ايه الاي بي موديل. فادي هنا اللوج دوت دي واقول له مثلا ده جيسون مثلا، وهنا هقول له مثلا السيتي بتاعتي هي هنا ايه اي بي دوت جيت سيتي. دلوقتي بقى لما تيجي تعمل الرام بتاعتك، او حتى ممكن بلاش لوج، خلينا نعملها في توست عشان بس الناس ايه متوقعش تكون مثلا في حاجه ناسيها في اللوج. فممكن اقول له هنا ايه سيتي وهنا اي بي دوت جيت سيتي. فده كده هو الكود بتاعنا. طبعا هنا تعالوا نبص بقى هنا على الانستول بتاعنا، هتلاقي ان هنا ايه هيبدا يفتح لي الابلكيشن. وطبعا لما يفتح الابلكيشن اول ما هيجي لي رد من السيرفر بتاعي، تعالوا نشوف مع بعض كده هيجي لي رد ولا لا. هتلاقي فعلا هنا سيتي ايه نيو كايرو طلعت لي اهي.